أهلا وسهلا بحضراتكم. اعتاد المصريون منذ قديم الأزل على صناعة منتجات الألبان الخاصة بهم زي الزبدة وكمان الجبنة ومنتجات الألبان المختلفة من أجل توفير النفقات وكمان أنها تكون منتجات أكثر صحية وسلامة، ولكن يبدو أن هذا الأمر تراجع الفترة الأخيرة مع توسع صناعة الألبان على المستوى الصناعي وكمان التجاري، ولكن في بعض الناس لسه عندهم شغف مؤخرا لصناعة منتجات الألبان في المنزل زي ما قلت لحضراتكم، خاصة للأطفال لأنها بتكون أكثر سلامة وأكثر صحة طبعا على الأطفال اللي بيتناولوا هذه المنتجات. إحنا معانا دكتورة ناهد الوحش، أستاذ مساعد علوم الأغذية والألبان بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، عشان نتكلم معاها عن كل ما يخص هذا الأمر. أهلا بحضرتك يا فندم ومنورانا. أهلا بحضرتك دكتور أحمد. أهلا بيكي. وفي البداية محتاجين نعرف من حضرتك إزاي نقدر نصنع منتجات الألبان في المنزل، يعني في بعض الناس بتكون هدفها أو عندها شغف إنها تصنع هذه المنتجات في البيت سواء الزبادي أو الجبنة أو الزبدة بدل ما يشتروها من برة، لأن هم بيبقوا عارفين إنها مصدر كل حاجة في هذا المنتج من أول ما بدأت تتعامل لحد طبعا ما بقت منتج نهائي. تمام. هو بالإضافة كمان يا أستاذ أحمد إن في ناس عندها أو في تاريخ من المستهلكين عندهم بصناعة منتجات الألبان في المنزل كعملية موروثة أو كأكثر أمانا، أو هي كمان ضرورة علشان تقليل نفقات الأسرة في ظل ارتفاع الأسعار في كل القطاعات ومنهم قطاع الأغذية. فبتبقى كمان وسيلة لتقليل فاتورة النفقات الأسرية وتوفير مادة غذائية أو منتج لبني آمن بسعر أقل كتير من السعر التجاري وجودة أعلى. فاحنا الوقت اللي هو فكرنا نبدأ نعلم أو نوجه ربات البيوت أو الأمهات إنها تصنع منتجات الألبان في البيت لأطفالها، هنقول لها ابدأي بالأصناف السهلة شوية بشوية. ابدأي بعملي صنف مثلا سهل، منتج واحد، بعدين أجدتي وبقيت في بروفيشنال نتعلم كمان منتج وهكذا وهكذا. كمان في بعض المنتجات اللي انا هتكلم عنها بعد شويه بيطلع منها منتجات سنويه. يعني مثلا لما بعمل الجبنه بيطلع شرط انا استخدم الشرط ده برضو في اعاده تدوير او في انتاج منتج تاني وهكذا. فنبدا مع بعض مثلا بنقول نعلم او نرشد المستمعين ان احنا ازاي نعمل زبادي في البيت. لو جبنا كيلو لبن وبسترناه او غليناه على حد سواء في حمام مائي على النار في البيت، خلصنا عملية الغلي أو البسترة في الحمام المائي، هنبرده بعدين ندخله التلاجة. تاني يوم هنقصد من على وسط الإناء أو الحلة اللي غليت فيها أو بسترت فيها اللبن طبقة من القشطة. ده منتج أولاني فيها تقدر تستخدمه كمنتج مستقل، تعمل بيه سندوتشات، تدخله في الحلويات، تعمل بيه المكرونات زي ما هي عايزة. نعرف طبعا أن منتج الدهني أو القشطة هي أغلى مكونات اللبن، فبقى عندها كده كمية من القشطة لا بأس بيها، هتقدر تستخدمها كمنتج لوحده مستقل في أي إيه في أي مكون آخر أو في أي صنف آخر. اللبن بقى متبقي أسفل القشطة ده إحنا بنعتبره لبن لو فات، يعني قليل الدهن، لأن طبعا إحنا قشطنا القشطة من على وش اللبن اللو فات ده أقدر أعمل منه أكتر من باوند من المنتجات اللبنية. أول صنف أنا هعمله الزبادي، كيلو لبن ده هنحط عليه معلقتين زبادي من كوباية زبادي ما صنعها سابقا، يعني كوباية زبادي جاهزة أحط منها معلقتين كده على كيلو لبن بتاعي بعد ما دفيه لدرجة حرارة 40 من 40 ل 42 أو 43 أو ماكسيم. يعني طب تقول لي يعني إيه هعرف منين 42 43 45؟ يبقى دافي، يبقى زي دمع العين زي ما مطمن زمان كانوا بيقولوا لنا أمهاتنا، اللبن الدافي. يعني هتدفي اللبن وتحط معلقتين من الزبادي المعمول قبل كده والزبادي الجاهز وتقلب كويس قوي 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 الزبادي في معلقتين الزبادي ده في اللبن الدافي. تبدا بعد كده صبهم في الكوبايات او في البرطمانات اللي عندها، لو عندها الماكينه اللي بتصنع الزبادي هتحطها في البرطمانات، ما عندهاش تحطها في كوبايات او برطمانات من المنزل. تبدأ بعد كده تحطهم في مكان دافي في المطبخ وتغطيهم بفوطة أو تحطهم في فرن البوتاجاز بعد ما تخلص الطهي فيه وتطفيه. المهم هتسيبهم 4 ساعات في مكان دافي أيا كان، هي مكنة الزبادي أو فرن البوتاجاز بعد ما تطفيه أو في مكان حار كده ودافي يعني في على رخامة المطبخ. بعد 4 ساعات بالكتير هتلاقي اللبن ربط معاها عمل خصرة الزبادي. علشان ما يشرش ويزود في عملية تطور الحموضة تنقله التلاجة، تاخد الكوبايات دي وتنقلها التلاجة. في
في ناس بتحط كوبايات في صينيه وتحط عليها ميه دافيه، تحط تحت يعني تحت الكوبايات في الصينيه ميه دافيه ميه سخنه، ولما تبرد تدفيها تاني عشان تفضل موفره للزبادي او للبادئ بتاع الزبادي درجه الحراره المناسبه ان هو ايه ان الحموضه تتطور والبادئ ينشف. ترفع ساعتها تلاقي الزبادي ربط وبقت الكوبايات شكلها زبادي ماسك نفسه. تبدا بعد كده تنقلها الثلاجه عشان توقف عمليه تطور الحموضه وتوقف عمليه التشريش. وبعد ما تحطها في التلاجة وتاخد لها مثلا ساعتين ثلاثة كمان تقدر تستخدم. بقى عندها منتج جيد جدا، قيمة غذائية عالية، موثوق فيه، متأكدة انه مفيش اي اضافات عليه غير ان هو ناتشورال 100%، والقيمة الاقتصادية كمان بتاعته اقل يعني ارخص كتير جدا من لو اشترت خمس ست كوبايات زي اللي هي عملتهم من السوق. صحيح. طيب انا عاوز اتفضلي المنتج الثاني اللي تقدر تعمله من نفس اللبن اللوفات ده، الجبنة القريش. زي ما عملت بالضبط الزبادي هتعمل الجبنة القريش. هتدفي اللبن برضو لدرجة حرارة 42 كده، وتحط عليه المعلقتين الزبادي اللي أنا قلت عليهم وتقلبهم كويس، تسيبهم في الحلة بتاعته على في مكان دافي برضو جنبها في المطبخ 3-4 ساعات 5 ساعات. هتبصي عمل خصرة زي خصرة الزبادي وجمدة متماسكة، هتحس إن خلاص الحلة كده إيه مسكت نفسها، اللبن بقى كارت بقى خصر. تجيب مصفة نظيفة ومعقمة مغسولة بمية سخنة وشاشة برضو نظيفة تكون مخصصها في مطبخها لأنها تصنع فيها الجبنة بس، وبتغسلها وبتطهرها وتعقمها بعد كل استخدام. تحط الشاشة دي في المصفة وتصفي الخصرة دي، تنزلها كلها في الإيه في الشاشة على المصفة. وتحاول تستقبل الشرش أو المصل اللبن اللي بينزل من المصفى في حالة تانية، يعني ما تنزلوش في حوض هتتخلصي منه، لا تجمعه. يعني تصفي المصفى على حالة تانية أو على إناء تاني. تمام. بعد ما تحط الخصرة في الشاشة تسرها كسرة كده، يعني تعقدها عقدة كده، تعملها كورة كده في أو سرة كده بالشاشة وتربطها. تحط فوقها غطاء أو حاجة تقول خفيف من أي غطاء في المطبخ، غطاء حلة صينية وهكذا، غطاء خفيفة يعني، وتسيبها تترشح برضو ساعتين 3-4. وفي ناس بتسيبها من بالليل للصبح اوفر نايت. تقوم الصبح تفتح الشاشه يا استاذ احمد تلاقي خصره الجبنه القريش جاهزه ومتماسكه وفي منتهى الجمال. تاخدها تنقلها في علبه الثلاجه وترش عليها كميه من الملح حسب ذوقها، عايزه ملح خفيف ملح تقيل، ترش عليها الملح وتحطها في علبه الثلاجه وتحطها في الثلاجه. ده كلام جميل جدا. الشرش اللي نزل بقى المصل اللي نزل يا استاذ احمد اثناء ترشيحها للجبنه القريش ده اسمه مصل اللبن او سيرم اللبن. الشرش ده غني جدا ببروتين اسمه بروتين الشرش او الواي بروتين. 20% من البروتين الكلي للبن. ناس كتير ما بتعرفش تعمل بيه ايه، بترميه في الحوض خلص منه. لا بنقول لها لا ثاني، انت تقدري تطبخي بيه الرز، تقدري تعملي بيه الفطاير وعجين البيتزا. ده هو ما فيهوش فيه ملح ولا حاجه يعني حلو. تقدري تعملي بيه الحلويات، تعجني بيه عجين الحلويات. تقدري تعملي بيه مخللات، لو عندك كميه كبيره منه تقدري تسخنيه على النار مع فنجان او ربع او نص فنجان من حسب كميته من الخل، وتقلبي على النار هيطلع لك جبنه ثانيه. هي كميتها قليله شويه بس هيطلع لك بروتين ثاني اسمه جبنه الريكوتا. تحط عليه ملح وتحطي برضه وتحفظيه في الثلاجه وتسحبي منه. دول ثلاث اصناف عملناهم بكل بساطه وبمسد واحد، يعني مش خطوات معقده ولا طرق صعبه على اي ام تعملها. ده كلام جميل جدا. طب انا كنت عاوز اسال حضرتك بقى في جزئيه ثانيه متعلقه باللبن نفسه، ان احنا عرفنا ازاي نقدر نصنع منتجات مختلفه من اللبن، ولكن الناس في اختلاف بينهم ما بين الناس اللي بتفضل اللبن المعلب والناس اللي بتفضل اللبن اللي بيجي من عند اللبان اللي هو بيسموه اللبن السايب. فاني افضل لهذه المنتجات، هل اللبن المعلب ولا اللبن السايب اللي بيجي من عند البقال؟ شوف يا استاذ احمد، اذا انا جبت اللبن الكامل اللي هو اللبن الطبيعي الخام اللي احنا بنسيبه من عند من اللي يجيبه من عند اللبان اللي احنا بنسميه اللبن السايب من مصدر موثوق منه، لو انا جبته من مصدر انا ضامنه ان المزرعه دي او المركز التجميع ده او البائع ده او المورد ده او ايه موثوق فيه، ما بيحطش مواد حافظه، ما بيحطش فرمالين، ما بيحطش الحيوانات بتاعته سليمه كذا كذا كذا، طبعا هو ايه الافضل. اما لكن احنا كان في يعني لو انت حضرتك خدت بالك من مبادره السيد الرئيس اللي هي مراكز تطوير مراكز تجميع الالبان في جميع محافظات الجمهوريه، كان شعارها او غرضها انتاج كوب لبن نظيف. صحيح. كل المشروع قائم على ان اللبن بتاعنا
يخرج في صورة كوب لبن نظيف عالي الجودة بمعايير عالمية. فتطوير مراكز تجميع الألبان والشغل اللي حاصل والأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة في التجميع، كل ده بيعلي قيمة وجودة اللبن الموجود حاليا، وبالتالي قيمة المنتجات كمان اللي بتخرج من اللبن. بالضبط، وبالتالي بتعلي قيمة المنتجات وقيمتها الغذائية والحيوية، وبتعلي ذوق المستهلك. لأن المنتج لما بيبقى جيد ذوق المستهلك بيتحسن، الذوق بيعلى. أما الألبان المعلبة والألبان المعقمة، سواء مبسترة معقمة مجففة، هي وسائل لحفظ اللبن عشان أطول الشيف لايف أو المدة الحفظ بتاعها أو عمرها. مش هقدر اقول لك هي قليله، هي زيها زي الثاني، بس هي اكتر امانا. تفقد بعض المكونات بسبب معاملات الحراريه وخطوات التصنيع، لكن هي اكتر امانا. يعني هي احنا كنا بالنادي في فتره من الفترات بنقول اللبن المعلب امن، ما فيش خطوره منه، ما يجيش، مش هيجي منه خطوره على صحه الانسان. لما كنا بنقول احنا مش ضامنين اللبن السايب يا جماعه، الباعة الجائلين بيلعبوا فيه، يحط فيه مواد حافظه عشان يطول معاهم المده اللي بيلفوا بيها على ما يوزعوا، على ما يوصلوا للمنازل اللي بيوزعوا عليها. لكن الامر اختلف، لكن الامر اختلف. احنا دلوقتي اللبن بتاعنا في 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 في, في, في اتجاهه ان هو يبقى بمعايير جوده عاليه جدا، وبمعايير النظافه والهيجين في الانتاج بقى عالي جدا. وده بسبب زي ما قلت لحضرتك تطوير مراكز تجميع الالبان وتطوير المزارع والتدريب بالفني العالي والجهود الرهيبة اللي بتعملها الحكومة لدعم قطاع الألبان. الحقيقة يعني معلومات قيمة جدا عرفناها من الدكتورة ناهد الوحش، أستاذ مساعد علوم الأغذية والألبان بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية. أنا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا ليك أستاذ أحمد والجميع المستمعين. شكرا لحضرتك مرة تانية، والشكر موصول للمشاهدين اللي تابعونا من كل مكان في مصر، وانتظرونا في تغطيات جديدة من شاشة تلفزيون اليوم السابع، وإلى اللقاء.